السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معاكم محمد تحسين من قناه الشاجي. ازيكم عاملين؟ اتمنى تكونوا بخير وصحه وعافيه ان شاء الله. في الفيديو ده ان شاء الله هشرح لكم لو انت ناوي خلاص قررت ان انت تشتري خلاص ساعه وان انت خلاص بقى معاك الفلوس بتاعتها او ما يقارب منها وخلاص ناوي تشتري الساعه دي لانها عجبتك علشان شكلها حلو والماركه كويسه والكواليتي حلو وكل حاجه كويسه. بص انا دلوقتي قدامي يعني انا جبت اكتر 3 مواقع اونلاين او ماركت بليس الناس بيتعرض عليها المنتجات والساعات تقدر تشتري منها وكده. جبت اللي هو سوق وجبت نون وجبت جوميا. نبتدي الاول بسوق. بص سوق انا مثلا اكتر ساعه منتشره دلوقتي في مصر اللي هي التيسو. فبخش بكتب تيسو اهي في موقع سوق او تيسوت وادخل اتفرج على الاسعار. وعملت كده برضو في نون تيسوت وكتبت برضو في جوميا كلمة تيسو. فالفكرة كلها ان انا هبتدي دلوقتي بموقع سوق. موقع سوق من المواقع المحترمة اللي هي انضمت لي سلسلة امازون او يعني تحت امبريلة امازون وحاجة محترمة جدا واغلبية شعب مصر كلها لازم يكون عدى عليه ان هو اشترى منتج او منتجين من موقع سوق. دلوقتي بقى لما نتكلم في الساعات اللي هي الحاجة اللي مش منتشرة قوي عند الناس اللي الناس مش بتشتريها قوي اللي هي مش كل الناس بتبقى مهتمة بمظهر الساعة قوي على قد ما ممكن يجيبوا ساعة صيني وخلاص. بس انت حضرتك قررت ان انت تشتري ساعة اوريجينال من مكان محترم زي سوق وقلت لا انا هدفع بقى رقم بقى حلو 3000 و4000 و6 و7 و8 وهكذا عشان تشتري ساعة بنت ناس ومحترمة وكل حاجة تبقى يعني محترمة جدا. فلما جيت كتبت في موقع سو.com سو اهم جبت تيسو. فاللي شدني قوي ان ممكن ساعة بالمنظر الجميل ده شكلها حلو قوي اسمها ساعة تيسوت تي ريس. بص بقى عشان نبقى بقى حبايب كده عشان بس انا احاول انا اظبط الساعة دي شوية. اسمها تيسوت. كنت عايز اعمل زي هايلايت على الساعة دي اسمها تيسوت تي ريس. تي ريس الشكل اهو 3 عدادات. بص بكام بقى 2200 جنيه في حين ان في ساعه جنبها شكلها كلاسيك وعاديه ودي كمان عاديه وب 5000 جنيه. طب ازاي دي ب 2200 وازاي دي ب 5000 جنيه؟ ده برضو موضوع حير على فكره. 5000 جنيه في ساعه عاديه، طب ما ندفع 2200 في ساعه شكلها شيك قوي. ساعه شيك قوي على فكره. لو دخلت وعملت كوك فيو وبتفرج عليها دلوقتي تيسو تي ريس والرابر باند اللي هو الجلد بتاعها رابر والسيريال نمبر بتاعها، ولو قعدنا ندور هنلاقي ان الساعة بالبوكس وبالعلبة بكل حاجة وشكلها شيك جدا وكل حاجة. حتى كمان في كاستمر ريفيو، في كمان ناس عاملة لها 5 من 5، يعني حاجة بنت ناس جدا يعني. وكمان الساعة بتتباع على انها اوريجينال. طبعا ده انت مديك سيريال نمبر والدنيا، وكمان فيها العلبة والكتالوج. طب تعالى نشوف مثلا في الديسكريبشن. في الديسكريبشن حاطط لك ان دي البراند والراوند وكل حاجه، والسبيسيفيكيشن اهو ده كل ده، ويقول لك ده سابفاير جلاس وسابفاير او ستانلس ستيل وكل حاجه تمام. طب ايه اللي مخليها ب 2200؟ طب ما ايه رايك وكمان ده فاضل عند الراجل ده بيقول لك كمان ده في 8 ليفت كمان، يعني في 8 لسه موجودين في سيكريت ووتش. طب تعالى نخش سيكريت ووتش ده واخد 93% بوزيتيف ريتنج. تعالى كده نخش على سيكريت ووتش. يعني ما شاء الله ده حاجات حلوه اهي. يعني مثلا ازاي مثلا ساعه تيسو تي تاتش، تي تاتش تخيل كده تي تاتش ب 1200 جنيه وساعه جي شوك عاديه خالص ب 1700 جنيه. التي تاتش دي تاتش يعني فيها حاجات تاتش، يعني فيها مثلا التيميتر اللي هو حاجات ارتفاعات وقياس الحركه وبوصله وبيقول لك العرض وبيقيس لك نبضات القلب، يعني حاجه بنت ناس قوي، يعني حاجه شيك قوي. ازاي ب 1200 جنيه؟ والجي شوك جي شوك جي شوك حتى جي شوك رينج مان، دي رينج مان اللي هي دي اسمها رينج مان ب 1500 جنيه. وفي حين ان في ساعه ثانيه تيسو برضو شكلها عادي خالص اسمها كوترير ب 3500. بصوا يا جماعه انا ليه ابتديت بسوق؟ لان سوق ده اسوأ موقع ممكن تشتري فيه ساعة. اسوأ موقع. احنا بنتكلم دلوقتي احنا في شهر 4/2021. اسوأ موقع تقدر تشتري منه ساعات. لان اغلبية الساعات اللي بتبقى موجودة عليه فيك وكوبي كوبي كوبي كوبي. ركز في كلامي واعمل عليه تحتيه 3000 خط.
انا ليه حبيت ان انا اختار لك تيسو بالذات؟ لان تيسو من اكتر الساعات المشهوره واكتر الساعات المضروبه، فانت بسهوله جدا انك تقدر تزنق موقع زي موقع سوق، او يعني تكتشف موقع زي موقع سوق ده كوبي. بص دي اسمها تيسو تي ريس. بص بقى لو دخلنا على اونلاين نون نون، تعالى كده ندور كده على تيسو تي ريس دي شكلها عامل ازاي. بص 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 يا رب نلاقيها. بص تيسو تي ريس بكام اهي، تيسو منز والفا ريست اهي، شكل تي ريس اهي. انا دي بكام؟ ب 10000 جنيه. طب تعالى مثلا انا عايز ادور عليها اكتر بشكل دقيق اكتر، يعني ان انا عايز الاقي نفس الشكل ده وهو نفس الشكل ده. بص تيسوت منز تي ريس ب 14500 جنيه. طب تعالى نشوف اكتر اكتر، يعني انا عايز اضغط اكتر وفي اكتر، يعني عايز اشوف اكتر ساعات. بص تعالى تعالى تعالى، تيسوت التي تاتش اللي احنا شفناها عند الراجل اللي هو سيكريت ووتش ده، دي ب 1200 جنيه، اقل رقم ليها 16000 جنيه. انت متخيل طبعا. بالظبط تيسوت تي تاتش 17500 جنيه. انا حابب اجيبها لك بالدلائل والبراهين. تيسوت تي ريس ب 11500 جنيه، تيسوت تي تاتش اللي هي بالتاتش ب 17000 جنيه. طب سيبك من دي يا عم، دي تيسوت دي ده دي 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 يعني الموديل ده موديل يعني بايظ ضايع يعني. بص بص هنا الساعة دي اسمها تيسوت كوترير، الشكل ده كده اسمه كوترير كوترير. وبالمناسبة الساعة دي معايا عموما، يعني الكوارتز ويل اوتوماتيك بتاعتها دي اسمها كوترير. لو جينا ننزل شوية لتحت كده، دي بكام قصدي؟ دي ب 6500 جنيه. دي كانت الأول ب 10000 وشوية، هو نزل ل 6500 جنيه. طب ننزل شوية تحت كده عشان كنت أنا شايفها. بص التيسوت أهي، تيسوت ب 2200 جنيه اللي احنا قلنا عليها تي ريس. الكوترير اهي اهي، دي ب 7900. دي بقى بسم الله ما شاء الله، الساعة دي تيسوت اهي اسمها كوترير، كوترير اهي كوترير، دي ب 1850 جنيه. تعالى بقى دي اهي الشكل اهو، الشكل بتاعها. لا تعالى نخش نجيبها طبعا اهو، معلش بس انا اسف عشان عندي شوية برد. اسمها تيسوت كوترير. بص 1050 جنيه او 1087 جنيه و 1087 جنيه، ودي ب 1850 جنيه. وطبعا يقول لك اوريجينال وكل حاجه والدنيا تمام والشيخ ستور. لما نيجي نخش عند الشيخ ستور ده بيعرض ساعات وبيعرض اكسسوارات وب 1600 جنيه و 1850 جنيه الساعه. طب ما تيجي نشوف التيسو الكوترير دي، اسمها تيسو كوترير اهي، هو ده الموديل بتاعها. نخش مثلا نشوف مثلا فنون اهو، تيسو كوترير. بص بكام؟ بكام؟ ب 8000 جنيه، ب 8000 جنيه، 8000 جنيه، 8000 جنيه. انا حابب بس يا جماعه اقول لكم ده موقع نون. طب تعالى نخش على جوميا. موقع جوميا اهو، تيسو 9200، 7000، 9000. للاسف كوترير مش موجود. موديل كوترير 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 مش موجود. بس تيسو عموما في 9000 7000 9000 7000 في الحدود دي، يعني مفيش ما بتقلش، مش 1200 جنيه. احنا بنتكلم على نون دلوقتي. نون لا موجود في فرايتي، يعني هو 8000 اهي. طب تعالى نرجع مثلا للصفحه اللي قبليها، رقم 2 اهي. تعالى دي تيسو، الساعه دي تحفه يا جماعه، اسمها تيسو ستار. جامده جدا يا جماعه، انا بحبها جدا الموديل ده. اهو برضو اهي نفس النظام، كوترير كوترير كوترير. عايزين نجيب الموديل بتاعها الجميل ده. لسه مش موجود. طب تعالى نجيب ان شاء الله. يبص 8000، 8000 جنيه، 6500 جنيه، 7000 جنيه، 6500 جنيه، 6500 جنيه. هو ده. بص بقى هنا 1850 جنيه، ده لو يدل على حاجه. 1087 جنيه ده لو يدل، ودي 7800 جنيه. ده لو يدل على حاجه، يدل ان موقع سوق معلوش اوبزرفيشن او اللي هو اشراف ان هو يتابع مع التاجر اللي بيبيع. المشكله ان في موقع سوق ده اللي بيحصل، تاجر بيخش يلاقي عنده مثلا ساعات تيسو نفس الشكل اللي انت المعروض ده مثلا، وليكن الشكل الكوترير ده كده الشكل ده. ايه اللي بيحصل فيه؟ اول ما حضرته بيخش يروح داخل شايف التمبلت ده، هو ما ينفعش يصور من نفسه. يعني اولا سوق بترفض الصور العاديه، لازم تحط صور اللي هي بصوره خلفيه بيضاء وحاجات زي كده وحركات زي كده. فهو بيخش يروح داخل مختار التمبلت او الاسطمبه المعينه او الفورمه المعينه، ويروح داخل على نفس الشكل ما بيتغيرش. يروح داخل ويقول لك انا عندي من الساعه دي 20 ساعه.
والساعه دي مثلا يروح حاطط لك مثلا بدل ما كانت ب 5000 جنيه، لا انا خليتها لك ب 1000 ونص. فطبعا حضرتك او اي حد تاني بيبقى داخل طيب، يعني انسان طيب غلبان مش فاهم، يعني ما عندوش اكسبيرينس في الساعات، فيروح داخل يقول لك انا هشتري ساعه يا عم اوريجينال تيسو وحاجه بنت لذينه قوي ب 2000 جنيه ولا 2000 ونص، وهشتريها من موقع سوق دوت كوم او اشتريها من اي موقع قوي زي سوق دوت كوم وهكذا. انا ليه بتكلم على سوق؟ لان بقول لك عليه ما عندوش اشراف. فطبعا هو بيشتري الساعه وفاكر ان هي ساعه اوريجينال، يكتشف بقى امتى ان هي ساعه كوبي. الساعه الاوريجينال لا تختلف عن الساعه الكوبي يعني بكتير شويه، الشكل نفس الشكل نفس العدادات، بس العدادات بتختلف في اوقات كده، ان عقرب الثواني بيبقى فوق في الكوبي، الثواني بيبقى تحت في الاوريجينال، والملمس بتاع الجلد والجلد نفسه بيبقى كوبي وهكذا، والعلبه بتبقى كوبي وهكذا، يعني في شويه حاجات كده، والمكنه نفسها بتبقى كوبي. طب بيعرفها منين؟ بيعرفها مثلا بعد سنه مثلا لما يجي يغير الحجر بتاعت الساعه، ويجي يغير الحجر يقول له الساعه دي اوريجينال، لا يقول له كوبي. طب يا عم نفترض ان انت غيرت حجر الساعه وما انت ما سالتش ان الساعه دي كوبي ولا اوريجينال. طب دلوقتي انت حبيت مثلا تبيع الساعه، زهقت منها وعايز تبيعها، وانت جايبها مثلا ب 2000 جنيه، قلت مثلا هبيعها مثلا ب 1000 ونص ولا حاجه. فطبعا لما تيجي حد يجي يقول لك، تيجي يقول لك تقول له مثلا عايز ابيع الساعه دي، الساعه دي اوريجينال، دي الساعه دلوقتي في التسويق بقت غاليه وب 3000 و 4000 جنيه، ما انت فاكر بقى ان كل مدى كل ما الساعات بتطول كل ما الاسعار بتعلى، وانت تيجي تقول له مثلا هطلب فيها 2000 جنيه و1000 ونص، يقول لك يا باشا دي كوبي، هو انت فاكر ان دي اوريجينال؟ فهتاخد بقى الصدمه الكبيره. وساعتها انت حضرتك بتعمل ريتنج للبياع ان هو حاجه كويسه وان الساعه اوريجينال وكل حاجه، وتكتشف في الاخر ان الساعه دي كوبي اساسا. هو ده اللي انا حابب اقوله لك. موقع سوق من اسوأ المواقع اللي ممكن تشتري منها ساعات في مصر، لان الساعات بتبقى مضروبه الى حد ما، لان اللي بيبيعها بيبقى بيبيعها تاجر وسوق ما عليهاش اشراف عليه. موقع جوميا الى حد ما انا لو هدي مثلا موقع سوق هدي له 5 من 10 كريتنج كتقييم، موقع جوميا انا ممكن ادي له 7 من 10. ليه؟ اولا موقع جوميا عارض الحاجات اوريجينال يعني باسعارها الطبيعيه اللي هي 9000 و10000 و6000 وكده، تمام؟ وكمان بس هو ما عندوش حاجه تانية، ما عندوش حته الفرايتي، الفرايتي اللي هي ايه؟ التنوع. يعني ده اخر الساعات، لما جيت اكتب تيسو او تيسوت دي اخر الساعات، كل دي الساعات حوالي 4 في كام؟ في 1 2 3 4 5 6 7 4 7 28 28 ساعه، كل ده سبع، كل ده 28 ساعه بس في البحث عن كلمه تيسو بس في جوميا. جوميا لو انا دي اديله 7 من 10 لان هو عنده ساعات اوريجينال وباسعار اللي هي بتاعه السوق لكن ما عندوش تنوع. اما بقى ندي سوق، ندي قصدي موقع زي نون دوت كوم، نديله 9 من 10. انا نفسي اديله 9 من 10. عنده انواع كتير من تيسو، انا بتكلم كعموما يعني مش لازم تيسو، يعني انا بتكلم كمثال، عنده انواع كتير من الساعات. ثانيا هو كمان بيعرض بالاسعار الطبيعيه بتاعت الساعات. انت لو انت بتبص مثلا على الساعات 18000 دي، بص دي 18000 جنيه اهي، 18000 جنيه 18500. انت بتبص على الساعات ان هي غاليه، بس هي ساعه فاليبل يعني ساعه ليها قيمه كبيره جدا وساعه فعلا فعلا محترمه. هو ده بس اللي انا حابب اوصله لكم. قبل ما تشتري ساعه او قبل ما تعمل اي حاجه، اتمنى انك تعمل سيرش كويس عشان ما يضحكش عليك، لان في ساعات بتضحك عليك او ان انت تنخدع في ان هي تبقى سعرها قليل، لكن هي كوبي بمعنى انت ممكن تجيبها باقل من السعر اللي انت تدفعه. يعني لو انت بتدفع 2000 جنيه في ساعه، انت ممكن تنزل ممرات بتاعت العتبه ممكن تجيب 750 جنيه، تخيل ممكن تجيب ساعه ب 750 جنيه وتسوق وتبقى الناس تقول عليها ان تسوق وكل حاجه. فانا بس حابب ان انا انور للناس الفكر ده، واتمنى لو انت عندك اي موقع تاني عايز اعمل ريفيو عليه اتمنى تكتبه لي في الكومنتات، وان شاء الله ان شاء الله اشوفها كلها، انا بشوف الكومنتات كلها. شكرا جدا ليكم، وطبعا ما تنسوش طبعا تعمل لايك وشير لو عجبك الفيديو، وتعمل سبسكرايب لو يعني الفيديو عجبك بتاع الساعات، وان شاء الله نتكلم عن الساعات وبتكلم عن حاجه تاني. شكرا جدا ليكم، وكان معكم محمد تحسين من قناه سوق الشجن، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.